الأستاذ هو الذي يلقن ويصحح، لأن التلميذ لا بد له من أستاذ يحفظه القرآن ويصحح له الأخطاء من حيث أحكام التلاوة. بداية التسعينات يعني تقريبا الناس يعني تخلت عن الطريقة التقليدية، وكان عندها أسباب. من بين الأسباب لأن الطريقة التقليدية معظم الذين يحفظون القرآن عن طريق الطريقة التقليدية بالألواح هم في الخارج، يعني في البدو أو في الريف. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. الطريقة المعروفة الطريقة التقليدية يعني نقولوا أنجح وفيها البركة، يعني كما يقال يعني كاين بركة، اللوحة فيها البركة وفيها التحصيل. أما الطريقة بالطريقة الحديثة هذه بالطريقة المصحف أنا في رأيي لا أحبذها، وإنما فرضت علينا فرضا، لأن اليوم ما عندناش يعني أماكن اللي نمحو، ما عندناش أماكن اللي نمحي فيها الألواح. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بناها. نقوم خلال هذه الدورة الصيفية في إجراء مسابقة في تحفيظ القرآن، في حفظ القرآن الكريم وأحكام التلاوة، وزيد على ذلك في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن علم القرآن خلق طريقتي كمعلمة قرآن بجزء عما يحتوي على كل أحكام التلاوة، أحكام التجويد، ثم ننظر في الحفظ. عندما يتقن يعني البنات يعني الأولاد الذكور أو الإناث يتقن أحكام التجويد نشرح في الحفظ. عندنا هنا اليوم أنا في يعني هذه الأيام في الدورة الصيفية، لكن في سائر الأيام عندنا الجمعة والسبت. من مارج من نار. إذن ترقيق الراء وصلا ووقفا. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني هم من طالبات من خدمة القرآن الكريم، يعني كنا هم يعني في آخر السنة ثمرة يعني طيبة، تكون أخلاقهم طيبة حسنة، تحصل كلهم على امتياز أو جيد جداً.